الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، سبق أن تكلمنا في الجمعة الماضية عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وذكرنا شيئا فيما يتعلق بعذاب جهنم وحرها وشرها. أما عذاب القبر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. قال: وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي رواية لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. لا يستتر من البول، أي يصل البول إلى ثيابه. لا يتنزه من البول، أي لا يحسن الاغتسال من البول، وكلاهما وارد، يعذب في قبره لهذا السبب. لذلك روي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يقول: كان يقول من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، والثاني كان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الأخبار بين الناس على وجه الإفساد، أن تقول لفلان: قال فيك فلان كذا وكذا وكذا، على وجه الإفساد، وإن كان الكلام حقا. فمتى ما كان على وجه الإفساد كان هذا باطلا، إلا ما تحقق به أمر شرعي كنقل الكلام في أمور الفتوى أو القضاء أو في ما يتعلق بالتحذير من أهل الشر والضلال، فذاك باب آخر. لكن النميمة، الإفساد بين الناس، القيل والقال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنهما ليعذبان لهذه الأسباب. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فجعل في كل قبر نصفا، فسئل بعد ذلك، قيل: ما صنعت؟ لما صنعت ذلك يا رسول الله؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني يخفف عنهما العذاب ما لم تيبس تلك الجريدتان أو الجريدتين. غرز النبي صلى الله عليه وسلم واحدة على القبر ده واحدة على القبر ده. والآن بتلقى من الناس من يغرس على القبور، عندنا في مقابرنا تلقى زول يغرس جريدة على القبر. فالعلماء قالوا هذا الفعل خطأ. ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما عمل كده. قالوا خطأ من جهتين: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءه من الوحي يعلم أن هذا الرجل معذب. أنت من أين تعلم؟ عرفت كيف أنه معذب؟ وفي هذا إساءة للميت وإساءة للظن به. ولذلك ما تعمل كده، ما تمشي تشيل جريدة تغريزة في قبر. من الناحية الثانية،
النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا على وجه الشفاعة لهم أو الدعاء لهم. ولذلك من الخطأ تمشي تشيل جريدة تغريزة على قبر، لأن هذا فيه إساءة الظن بالميت. عموما القبر العذاب فيه والنعيم حق. جاءت يهودية إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فذكرت اليهودية، قالت يهود تعذب في قبورها. سيدة عائشة رضي الله عنها لما مشت اليهودية جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام ما قالته اليهودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عذاب القبر حق. العبد إذا أدخل إلى قبره، كما جاء في حديث أنس في البخاري قال: إذا وضع الإنسان في قبره قال أتاه وذهب عنه أهله، وقال: وإنه ليسمع قرع نعالهم. روحه ترجع له بعد ما صعدت إلى السماء، تصعد روح المؤمن إلى السماء فتستفتح، يفتح لها باب السماء وتكرم، وتنزل روح المؤمن. روح الكافر أو الفاجر تصعد إلى السماء تستفتح، ما يفتح لها، وتخر إلى الأرض. لما ترجع إلى القبر قال: فيأتيه ملكان. وفي رواية ابن أبي حاتم قال: فيأتيه ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه. أما السؤال والإقعاد يا أخواننا، إحنا ما نعرف صورته كيف، لكن النبي قال بيقعدوا صلى الله عليه وسلم، وقال بيسألوا. قال: فيسألانه فيقولان له: ما شأن الرجل، يعني أو يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ما شأن الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسوله. قال فيقولان له: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. فيفرح المؤمن. هذا من جنس النعيم والعذاب والفتنة والسؤال في القبر. وسمي عذاب القبر بعذاب القبر تغليبا، لأن الغالب في البشر بيدفنوا في قبور، عشان كده سمي من باب التغليب. وإن كان العذاب هو عذاب البرزخ، والبرزخ هو الفاصل بين حياة الدنيا وحياة الآخرة. عذاب البرزخ يعذب الإنسان لو كان يستحق العذاب، لو دفن في قبر، لو أكلته سمكة، لو ذري في الهواء، لو حرق بالنار، لو كان يستحق العذاب يعذب. والله على كل شيء قدير، كما قال العلماء ونقل على ذلك الإجماع ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. عشان كده عذاب القبر يتعلق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بالروح والجسد تبع لها، يعني الروح والجسد مع بعض. وفي الدنيا يكون العذاب على البدن والروح تبع له. وكثير من الناس أنكر عذاب القبر. ليه أنكروا؟ قالوا: لأنه نحن بنفتح القبر ما بنلقى زول بيعذب، ويفتح قبر آخر ما يلقوا إنسان منعم. قالوا: عشان كده ما في نعيم وما في عذاب. سبحان الله، النعيم والعذاب في القبر من العذاب الأخروي الذي لا يشاهد ولا يرى بالعين المجردة، إنما قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض عباده على شيء من العذاب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا، يعني يخشى علينا إنه ما يدفن بعضنا ما يدفن زول ذاته تاني. قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الإنسان ما يتحمل سماع عذاب القبر. عشان كده المولى سبحانه وتعالى جعل هذا من عذاب الآخرة، ومن عذاب الآخرة الذي لا يشاهد، إنما نؤمن به إيمانا غيبيا. والروح لها أحوال مع الجسد، لأنه كثير من الناس بيستوحش المسألة دي، يقول لك: يا أخي كيف الروح دي ما بتطلع
والروح دي طلعت من 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 الجسد. الروح يا اخواننا لها تعلق بالجسد ولها مع الجسد خمسة احوال. الحالة الاولى علاقة بين الروح والجسد، والإنسان جنين في بطن أمه. بالمناسبة الروح متعلقة بالجسد تعلق ما بيشبه الحياة بعد ما يخرج من بطن أمه، ما بتشبهها، تتعلق به تعلق معين بصورة معينة يعلم المولى سبحانه وتعالى. الحالة الثانية إذا خرج إلى وجه الأرض، الروح تتعلق بالجسد تعلق يختلف عن الأولى. الحالة الثالثة عند النوم، النوم موت، ربنا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وانت لما تستيقظ من النوم بتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النوم موت، الروح تفارق الجسد وتكون مع الجسد، يعني لا مع الجسد مفارقة وبقاء الاثنين مع بعض بصورة يعلم المولى سبحانه وتعالى. ما بتشبه حالة الحياة، ما بتشبه حالة الإنسان في بطن أمه. الحالة الرابعة في البرزخ، الروح تفارق الجسد لكن تعود إليه حينما يشاء الله. وقت السؤال ترجع الروح. النبي عليه الصلاة والسلام تعاد إليه روحه إذا سلم عليه مسلم فيرد عليه السلام. والحالة الخامسة ما بعد القيام، تتعلق الروح بالجسد تعلق أكمل من الأحوال الأربعة السابقة، فتكون مع الجسد لا تخرج منه أبدا، ما تفارق لا بينهم ولا بموت ولا بفساد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بعد ما ذكر الأحوال الخمسة دي ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية عقيدة المسلمين قال إذا فهمت هذه زال عنك إشكال كبير. لأنه كثير من الناس بيتخيل إنه حال الآخرة زي حال الدنيا، أو حال القبر زي حال الدنيا، أو حال الإنسان في بطن أمه زي حاله خارج بطن أمه. وكل هذه الأحوال تختلف عن بعضها البعض، والله جل وعلا على كل شيء قدير. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعذاب القبر ثابت. المولى يقول عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الدنيا، يعرض على بالغدو ويعرض على بالعشي، ويوم تقوم الساعة عذاب براو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ده في الدنيا أي أو في البرزخ، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الكلام ده وقت نزول الموت، في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا معناها بالعذاب، تبسط أيديك، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، بسط اليد معناها والعذاب. قال والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم، ما قالوا لهم يوم القيامة، لأنه كثير من الناس زي ما عندنا الدكتور الجاي من الصربون ده جاي لخبط الدين في البلد هنا، وتلاعب بالدين وأفتى فتاوى خريبة وفتاوى ضالة، وتبعه كثير من المتردية والنطيحة وما أكل السبع في البلد هنا، جاء قال ما في عذاب، قال لأنه العذاب ده بكون بعدين بس بعد الحساب، بعد ما الناس يحاسبوا بكون في العذاب. لا، العذاب في الدنيا هنا، والعذاب يكون في البرزخ، والعذاب يكون يوم القيامة، كله بيكون فيه عذاب، كله بيكون فيه عذاب من الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال اليوم، ده عند الموت، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى، ده بعدين يوم القيامة. عشان كده يا اخواننا
عذاب القبر ثابت بالأدلة، ثابت بالقرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أشياء كثيرة من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن سؤال الملكين، حتى ذكر في السنة أن الملكين لهما أنياب ينبشان بهما القبر، وأصواتهما كالرعد وأبصارهما كالبرق، يقعدان الإنسان فيسألانه عن ربه وعن نبيه ويسألانه عن دينه، دين الإسلام. أما المؤمن التقي البر يقول ربي الله ورسولي محمد ودين الإسلام، أما الفاجر أو الكافر فيقول ها ها لا أدري. بعد ذلك يأتي ملك في يده مرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه بها ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان أو إلا الثقلين. هذا كله ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شكد النبي عليه الصلاة والسلام يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر، لما جاء في يوم من الأيام كما في حديث البراء رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم جالس في جنازة أحد من الأنصار، ولما يلحد بعد وشايل في يد عود ينكت به الأرض، يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر، قال فقلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. هذا ثابت في السنة. يعني نحن أزول دائرنا نكذب حديث الرسول دي كله، ونكذب القرآن، ونكذب ما أجمع عليه العلماء، ونصدق هذا الرجل، هذا الرجل الخلف الخرف، نصدق ذا الزول ده ولا كيف يعني؟ على أي حال المؤمن يستعيذ بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ من فتنة المسيح الدجال، والمسيح الدجال يظهر في آخر الأيام كعلامة من علامات الساعة. لما يظهر المسيح الدجال يبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع، وسائر أيامه كأيام الدنيا هذه. المسيح الدجال يطوف على الأرض، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، وإنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، طافية يعني ناتئة خارجة من مكانها، وعينه اليسرى أيضا معيبة. عشان كده جاءت في رواية في مسلم أعور العين اليسرى، أعور اليسرى معناه معيبة مطموس العين كأنه أعمى، لكن يرى ببصيص بسيط بعينه اليسرى، أما العين اليمنى طافية خارجة من مكانها. قال وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ليه قال إن ربكم ليس بأعور؟ لأن المسيح الدجال يزعم أنه الرب، يقول أنا الله، ويتبعه ناس. لاحظ مع ده، قال مكتوب بين عينيه كاف فر، ولا يظهر المسيح الدجال حتى يترك ذكره من على المنابر. الأئمة ما بيتكلموا عنه ولا بيحذروا منه، يترك ذكره فيظهر المسيح الدجال ينطلق إلى الأرض ومعه خوارق عادات، خوارق يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر الموتى فيحيون. يحيي لك زول قدامك وينبت لك شجرة قدامك، عنده خوارق عادات. لذلك ذكر ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في الفتاوى أن هذا دليل على أنه ليس كل من ظهرت في يده خارقة أو على يده خارقة من خوارق العادات يعتبر ولياً، لأنه الليلة عندنا مقياس الولي الصالح في بلدنا هذا، وللأسف من ظهرت على يده خارقة من خوارق العادات، زول يمسك حجر يقلب بلحة، أو يطير في الهواء، أو يعمل شيء من الشعوذة والدجل اللي بيعملوا جماعة الليلة من أهل الطرق والشعوذة،
اللي مالوا الدنيا خلاص، وساحات المولد بدت، وبدت الفوضى والبدع والدجل والخرافات واللعب باسم الدين. ليس كل من ظهرت على يده خارغة من خوارق العادات يعتبر وليا، لأنه الآن زي ما حيظهر مع المسيح الدجال من خوارق العادات، لو ظهرت اليوم لصار أعظم ولي على وجه الأرض. لو ظهر الليلة يقول لك ده أكبر ولي في الدنيا. شوف يقول لك نزل المطر، الليلة بس عندنا إحنا زول جاب مطر زي عندنا هنا في أهلنا في الجزيرة والنيل الأبيض، وين يقول لك شيخنا بجيب المطر وبوقف المطر بمزاجه ويمشوا يدفعوا له القروش، يقول له دارين مطر قدر كده بالله، دارين مطر نزل لنا. يا ناس ربنا في القرآن قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالدجال عنده خوارق عادات، قال يدخل على الخربة فتتبعه كنوزها، الكنوز كلها تخرج وراه. قال كيعاسيب النحل، يعاسيب جمع يعصوب، واليعصوب كبير النحل، ده اللي بيمشي قدام والنحل بيمشي وراه، الكنوز تمشي وراه. ده لو ظهر في بلدنا ده انا متاكد وحيظهر في النهايه، والله لا يحضرنا له، لو ظهر ناس كتار بيمشوا وراه. شوف الجماعه لسه بقول لك نحن مع الاولياء ومع ساداتنا ومع شيوخنا، ودل عندهم كرامات، ودل النوعيه دي كلهم بيمشوا مع الدجال، لانه اذا كان دجال صغير زي ده دق فيهم مقلب وغشاهم، كيف بالدجال الكبير؟ اذا كان واحد عنده اوراق ومحايات وطلاسم ودجل بيغش فئام آلاف من البشر بيغشهم في البلد دي، كيف لو جاء الدجال الكبير؟ ده حيمشي وراءه الآلاف من البشر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، إنه أعور العين اليمنى، يمر على البلاد فيأتي عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال ويطهر الأرض وينتشر الخير. أخيرا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من فتن الدنيا. الفتنة قد تكون بالمال، الفتنة قد تكون بالولد، الفتنة قد تكون بالفقر، زي ما الفتنة بالمال تكون الفتنة بالفقر. إنسان ربنا يأتيه مال كثير ونعمة فيتكبر على خلق الله، بل ويظن أنه ما أتى بالمال إلا من فلاحته وذكائه وعلمه وفهمه هو، فده ربنا بينتقم منه كما انتقم من قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، فخرج على قومه في زينته لابس تمام والحشم معه والأموال بتاعته المفاتيح بتاعته لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفتاح الخزنة ما يشيلوا عصبة أولي القوة من الأقوياء، ما يشيلوا مفتاح الخزنة بتاعته، والخزنة الواحدة تحمل على 60 بغلة، 60 بغلة عشان تشيل الخزنة، ودي جوال المال بتاعه. فخرج على قومه في زينته متفاخر متكبر. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا قال في ناس نصحوه قالوا لو لا تفرح، لا تفرح مش معناها لو عندك مال ما تفرح به، لا 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 ده ما المعنى كده، لا تفرح أي لا تتكبر على الله، ما تتكبر على الله ولا تتكبر على خلق الله، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله، قروشك دي طلع منها لله، ما تكنز قروشك وأموالك وتدخرها وتخطها تستمتع أنت ويستمتع أولادك وتكون عليك وبال يوم القيامة. قال له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال ده جبته أنا براي من عندي. ربنا قال فخسفنا به وبداره الأرض، يتجلجل في الأرض ينزل فيها ليوم القيامة. أول ما ده حصل له الناس اللي كانوا بيتمنوا مكانه زمان قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الفتنة ممكن تكون بالمال كما إنه الفتنة ممكن تكون بالفقر، زول تلقى مفلس ما عنده أي حاجة لكن قلبه ما نظيف حسود، يقول لك للناس اللي عندهم قروش يقول لك شوف ديل ده جابوها من وين ديل، شوف الحرامية بالله يا زول ديل ما حرامية،
ذبح حقهم الله داهم ملك، فيمتلئ قلبه من الحقد، يكون الفقر بتاعه ده بقى وبال عليه، يحسد الناس اللي عندهم مال وربنا فتح عليهم. عشان كده المؤمن لو ربنا أداه بيشكر، ينفق ويعطي، ولو ربنا حرمه بيصبر وما بيحسد غيره اللي ربنا أنعم عليه. والفتنة تكون بالنساء، والفتنة تكون بأشياء كثيرة يطول المقام عن ذكرها، لكن الإنسان يستعيذ بالله من فتنة أو من عذاب النار، من عذاب القبر، من فتنة المحيا، من فتنة الممات، من فتنة المسيح الدجال، كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم فرج همنا وغمنا، واشف مريضنا، ورد غائبنا يا ذا الجلال والإكرام، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.